محمد السادس نشكره بزاف على هذه المعاونه، عاوننا وتفكرنا وبقاش علينا، والله ينصره والله يخليه لنا، الله تعالى تبارك يطول له في العمر. وكان نصره وكان نشكره عاود لاله زينب وبنته ديال سيمو، راه تفكرونا وجاو قلبوا علينا، الله يجازيهم الله يكثر خيرهم. وكنبغوهم دائما يتفكرونا، دابا هاد المره هادي ومره اخرى ان شاء الله يتفكرونا، راه حنا كنا محتاجين ومزيرين بزاف والحمد لله على هاد الساعه هادي، حنا كنا مزيرين واقفين وكاين ناس تحرق الديار، تحرقت تحرقت الزيتون، مشاو لمتجبحين، مشات للهنديه، مشات للنوادريش، مشاو والناس بقوا على الله تعالى وتبارك ونطلبوا الله خير، الله تعالى وتبارك. كنت حاضر في هذا الدوار، كنت حاضر في هذا الدوار الحارش. سي حاضر هنايا. انا كنت حاضر. الفعل ديالك انت كتشوف العافيه في الدوار. احنا كنا هنايا ودوراتنا العافيه وخرجنا بسلام الحمد لله، دوراتنا العافيه وحنا ما نسى هربوا وحنا بقينا في هذا الدوار هذا ما هربناش. وقعتكم شي موتى هنا في الدوار؟ ما وقعتش، وقعت في الدوار اخر وحنا حدانا ومشاو جوج الموتى، جوج الناس مساكن ماتوا، جوج الناس. حول المعاناه اللي كنعيشوها. احنا يعني كنعيشوا الحمد لله في الساعه هذه وصافي الحمد لله، الانسان راه ضعيف شويه، ما نقولوا كسبه قضي حاجه وصافي، ماشي نقولوا احنا مزيانين، ماشي مزيانين، ضعافين ماشي ضعافين بزاف شويه، ولكن هذه العافيه هاد العافية هي اللي فهمتي القضية، هاد العافية هي اللي حرقتنا بزاف حنايا، هي العافية. نطلبوا الله تعالى وتبارك وتعالى.